السلام عليكم تابعي قناة سالي بيوتي، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم جبت لكم من بيم العروض والميزات اللي كاينين اليوم الجمعة. جابوا داكشي ديال السبور، راه صراحة جاو الرجال، لقيت سبحان الله العظيم كل حاجة وعندهم مالية. ناس الماعن كيجيو العيالات، لقيت هاد الماعن، لقيت دابا هاد الشيء الأغلبية كاينين الرجال بزاف. المهم كاين هاد السبرتيات كما كتشوفوا، لي سبا زوينين خفافين وزوينين. كاين يعني لقيت داكشي اللي لقيت انا صورته معكم هنايا، غتلقاوه في الفيديو ان شاء الله باذن الله. كاينين حتى الرجال البنات، غير هما لي طاي اغلبيه زعما ما بقاوش لي طاي بزاف، فهمتوني. كاين هادي الطابيه اللي كدير فوق منها السبور، يعني باش جبتني طويله وكتطوى، يعني ما تاخذش لي سباس تلا بغيتو تغونجيوها فشي بلاصه. يعني كاين بزاف ديال الحوايج، وهذا الفيديو غتلقاوه متنوع ان شاء الله، غندير لكم فيه العروض هادو. وحتى الناس اللي مهتمين مثلا بالالكترومينا يعني لافيسيل غنحلوها مع بعضياتنا ونشوفوها كيفاش دايره من الداخل. الثلاجه الصغيره كذلك اللي كانوا جابوا، نشوفوا الفران ان شاء الله باذن الله، غنشوفوا بزاف ديال الحويجات وكذلك الاثمنه ديال الزيت اللي طلعت واحد الطلعه وثاني صاروخيه، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، صراحه الله يلطف بينا وصافي. يعني الثمن الزيت الطحين اللي مشيت على وديته باش نشري من بيم، انا مولفه كناخذ صراحه الطحين من مرجان ومن كارفور، كناخذ يعني ما بغيتش نقول اللي ما كنشرهم، ولكن صراحه ما نكذبش على الله، اتقان ولا ميمونه هادو هما اللي كندير انا. ولكن دابا بحكم انها بعيد عليا مرجان وكارفور والصيام، دابا داكشي ما فيه ما يمشي ليهم، مشيت غير بيم خديت واحد من جوج، كان واحد داير وقيلا بيناتهم شي درهم ولا جوج درهم، خديت انا واحد داير تقريبا 45 درهم كنظن، ولا اخر قل منه بشي درهم ولا جوج درهم، خديت انا هذاك ديال جو بونس 45 درهم. صافي، واحد الحاجه زوينه اللي غنبغي نوريها لكم في الاخر الفيديو، هي البنات الصابون ديال غسيل الاواني. الناس اللي ما عندهمش لافيسيل اللي كيغسلوا المعنات بيديهم حتى هما، راه كاين 3 يطرو كيدير شي 30 درهم، كيجي اقتصادي وزوين وكيبقى عندكم مده طويله، ما كضطروش انكم كل مره تمشيو تقلبوا عليه وتشريوه، فهمتوني. المهم انا هادشي اللي كاين في الفيديو ان شاء الله، الاثمنه ديال المنتجات اللي كانوا اليوم العروض اليوم غتلقاهم في اخر الفيديو، والعروض الاخرين يعني سوفي انكم تقلبوا غير عليهم هكا في الفيديوهات اللي سبقوا وغادي تلقاوهم ان شاء الله باذن الله. انا كنوريكم هنا شنو باقي عندهم في المغازه. هاد الكراده هذه البنات اللي عقلت عليها حيت سولت وكنت بغيت نداو لي، حتى جاتني صراحه الله غاليه شويه ما نكذبش على الله، 25 درهم حيت صغيوره، ماشي هي الشكل ديالها هكا اللي زويون وحليلو. وغتلقاوني كذلك وريت لكم هنايا واحد الدواز هكا، يعني ما شنو كيقولوا له محقن ولا الدواز ما عرفتش شنو كل واحد شنو كيقول له، كيتبليا يعني كتطوى، هذاك داير 10 درهم. هادشي اللي كاين، هادشي اللي عقلت عليه، لان هذوك سولتو عليهم وهذاك ديتو زعما. الشيء الاخر ما يمكنش نسولو على كلشي، راكم عارفين كاين الدراري واحد فلاكيس خدام والاخرين كيستفوا في السلعه، دونك ما لقيتش اللي نسول لكم. ولكن هنا بغيت نخلي لكم هكا العروض، هذا هو اللي قلت لكم هذا البنات، بغيت نخلي لكم هكا العروض اللي كاينين تشوفوهم اللي باقيين في هاد بيم. هاد بيم هذا كما قلت لكم تسلا جديده، ديما كنمشي انا لهذا تقريبا اغلبيه، بعض المرات كنمشي لواحد اللي كاين جهه التواركه واحد اخر، ولكن هذا كيعجبني كيجيني متيسع، يعني فيه لي زارتيكل متيسع. هادشي اللي كاين البنات، خليكم مع الفيديو وما تنساونيش من التعاليق ديالكم الايجابيه ومن اللايكات والبارطاج، بارطاجيو البنات الفيديو عافاكم.
Yeah.